هلا احنا هاي الصفحه مجموعه امهات واولياء امور قمنا بعمل هذه الصفحه قبل اسبوع بالضبط. في هاي الفتره صار عندنا في 11000 متابع و11000 شخص يطالبون بعدم تعليق دوام المدارس. هلا يا سيدي، بدايه المدرسه هي ليست فقط للتلقين او لتعليم معلومه معينه، هي للتربيه والتعليم، هي البيئه الوحيده المناسبه لتعليم الاطفال التربيه اولا، يعني كيف الانضباط، كيف يتعامل مع اصدقائه، كيف يتعامل مع المعلمه، كيف ينخرط في المجتمع، فهي اللبنه الاساسيه او البنيه الاساسيه لتهيئه الطفل والاطفال حتى يواجهوا المجتمع والشيء اللي راح يواجهوه في الحياه العامه اللي ما بنقدر احنا نعملهم اياها في البيت. هلا كونه في انتشار زي ما عم نسمع احنا وبائي في المجتمع، وانه عم نتخطى المراحل والاعداد اللي موجوده يعني فعليا في المجتمع، في عنا دراسات احنا بنرتكز عليها، احنا عم نحكي من اسس علميه، من دراسات علميه عم تصدر من مصادر عالميه، مراكز اوبئه، اليونسكو، كل الدراسات العالميه اثبتت انه انتقال وانتشار المرض من طفل الى طفل تكاد تكون معدومه، وانتشار المرض من طفل الى بالغ في السن تكون أقل بخمس أضعاف من انتقالها من شخص بالغ إلى شخص بالغ آخر. فلما أنا أودي طفلي على المدرسة ضمن بيئة منظمة، ضمن بيئة يعني المدرسة ماخذة احتياطاتها الكاملة، وإحنا موعيين الأطفال وماخذين احتياطاتنا الكاملة، ما راح يكون في يعني أو الريسك أو المجازفة اللي أنا ماخذتها راح تكون قليلة نسبياً. إحنا شفنا قبل شوي بالتقرير اللي حضرتك عملته إنه الأطفال موجودين في الشارع، فكيف هاي البيئة راح تكون أأمن على أطفالي من بيئة وجودهم في مدرسة منظمة محكومة بمعايير معينة من الالتزام في النظافة، الالتزام في التباعد الاجتماعي، الالتزام في الكمامة. ثانياً يا سيدي، أنا لما أطلع على الشغل أو أطلع أنا ألتزم مخالطة الكبار للكبار أنفسهم في التجمعات الكبيرة، ومشكورين طبعاً اليوم الحكومة أخذت هذا القرار لأنه كان من غير المنطق تعليق المدارس وإبقاء التجمعات الكبيرة موجودة لأنه هي تشكل البؤرة الأخطر. ما زال هناك في إغلاقات أخرى أنا برأيي لازم يأخذوا فيها قرار، لكن مشكورين أخذوا قرار في التجمعات الكبيرة ومنعوها. هلأ كيف أنا لما بدي أمنع ابني يروح المدرسة وأنا أطلع على هاي التجمعات أنا ما راح أعديه، فهي نفس الخطر هو موجود قائم بحد ذاته. فالفكرة أنه التجمعات الكبيرة أصلاً ما زالت حتى موجودة مع الإغلاقات اللي عملتها الحكومة، يعني مثلاً أنا هلأ ممكن تروح أنت هلأ على المول تلاقي فيه المراكز الترفيهية اللي بيلعبوا فيها الأطفال، طب هاي لا تقل خطراً أو لا تشكل أي بؤرة أقل خطراً من المدارس. فالأولى هو إغلاق هذه التجمعات الغير محكومة والغير منظمة قبل إغلاق المدارس اللي هي تعتبر منظمة ومحكومة بمعايير معينة. ثالثاً بالنسبة للقرار اللي اتخذته الحكومة اليوم، مشكورين طبعاً إنهم أكدوا على أهمية التعليم الأساسي في الصفوف الأساسية، لأنه زي ما حكينا إحنا الطفل الهدف مش بس إنه يتعلم ألف باء، الطفل يتعلم كيف يتعامل في المجتمع وكيف ينخرط في المجتمع. نعم. ففعلياً يعني وزير التربية والتعليم يعني مشكور أبدأ إنه عن جد المرحلة الأساسية هي مهمة، لكن ماذا تفعل الأم أو الأب العامل أو حتى يعني ضمن المنزل الواحد؟ أنت لما يكون عندك صف أول وصف رابع رح تودي صف أول رح تتخلي صف رابع قاعد؟ طب ما هو إذا أنت خايف أنه أصلاً الطفل يجيب لك العدوى على البيت، ما هو صف أول رح يجيبها على البيت معناته، فأنت ما يعني أوكي قللت الخطورة بس أنت ما أزلتها. ويا سيدي أنتوا مع تعليق الدوام لكل الصفوف؟ لا ولا سيدي، ولا مع عدم تعليق الدوام؟ مع عدم تعليق الدوام بأي شكل لأي صف، لأنه المدارس هي عبارة عن خلينا نقول تجمعات محكمة مغلقة ضمن معايير معينة من الأمان والسلامة، وعم بتخذوا كل المعايير اللي يعني المعايير الصحية المناسبة من قبل وزارة الصحة. وأنا برأيي بقاء الدوام كما هو لجميع الصفوف، وناخذ يعني ناخذ احتياطاتنا، لأنه المدارس تعتبر من أقل النسب عالمياً، عم بحكي وليس بس يعني هاي ضمن الدراسات اللي انعملت عالمياً مثبتة بحقائق في مراكز الأمراض العالمية CDC واليونسكو. والخطر الأشد يا سيدي هو تعليق الدوام. الخطر الأشد بكل الدراسات أثبتت أنه عدم وجود الأطفال وانخراطهم في المؤسسة التعليمية والعملية التعليمية تشكل خطر أكبر على حياتهم وعلى عقلهم أكثر من إنه بقاء إنه روحتهم على المدارس وخطورة المرض. واضح. فبقائهم ضمن الشاشات، ضمن البيت، ضمن البيئة المغلقة المحصورة راح تعملهم إفراط في العنف، إفراط في الغضب، عدم معرفة التعامل مع المشاعر، عدم معرفة التعامل، الانعزال،
فإحنا زي ما حكيت أنا بالأول يا سيدي، هي ليست فقط للتعليم، ليست فقط لأخذ معلومة، وإنما هي تربية ثم تعليم. واضح جدا، أشكرك كل الشكر دكتورة زين بخيت من حملة لا لتعليق دوام المدارس.